يا شيخ حمدان، يشهد الله يا أخوي إن فراقكم كان صعب علينا. حنا أول وتالي أهل وما نستغني عن بعض أبد، والحمد لله اللي لم شملنا من جديد. وحنا بالمثل يا شيخ. تفضلوا يا الربع، تفضلوا تفضلوا يا حياكم الله. صفوان منين بده يجيب مصاري لحتى يشتري كل هالشي؟ منيح اللي بده يخلي رشدي بالحاصل. إيه والله ما يدرى رشدي بيلي صار ليطير عقله من رأسه. يو عبدو، ليش سهران لهلا؟ لا ما في شي، ما في شي، صافني بهالدنيا. تعرفين محجوب؟ ما بعرف خير. أنا قديش مرق على راسي رجال، بس مثل أخوك صفوان عيني ما شافت. شلون يعني ابن عمي؟ يعني ذكي، ذكي لعين تحرسه. بتحسيه بيفكر له عن شي 100 رجال دفعة واحدة. اي صلي على النبي ابن عمي، هلا بتطرقوا عين للزلمة. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. اي تقبرني، احكي لي شو السيرة؟ لك شو بدي احكي لك؟ لا احكي لك، قومي طفي لنا الضوء لقلك. مو على راسي. ضل ماشي ماشي ماشي، بعدين طار 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 لوصل لبيته. توتي توتي، خلصت الحتوتة. شو عم وضع؟ ضبيت الاغراض مشان سفر؟ ايه ضبيتهم. ام نمر بعثت لي فضه، ما خلتني مد ايدي على شغلي، ضبت لي اياهم كلهم. كتر خيرها والله. جدي اهرج علي. اهرج عليك؟ شو بدي اهرج عليك؟ ابغى سلافه ثانيه. سلافه ثانيه؟ والله الهرج اللي عندي كله خلص. هلا الهرج ما في غير عند ستك. احكي له حكايه. لا تقبرني، نحن اليوم لازم ننام بكير لانه بكره بدنا نرحى. يلا حط راسك هنا. ايه لكن لكن، يلا يلا حبيبي، يلا يلا يلا. نعم توطى. الحمد لله انه تمت الصلحة على خير. ايه والله الحمد لله، على القليلة منصير قراب من الشام. عالشام، هو الشام، ميت الشام، وريحة الشام، فواكه الشام. والله واحد ما بيعرف قيمة إلا حتى يفارقها. دخلك قديش بدنا وقت لحتى نوصل لهديك القرنة؟ يعني شالة 20-25 يوم. يلا يلا خلينا ننام بقى. يلا اتكلنا على الله. اتكلنا على الله، صباح الخير. يا رب يا كريم. يا ولدي بشر، عسى عثرتوا على المويه. ايه بالله يبا، المياه موجوده بس بعيده. نحن حل ثاني، نواصل المسيره لين نصل المويه. يلا يا الربع مشينا. يلا يلا يا ابن شامة. يلا يلا تعي تعي لك بنتي، تعي عدي معنا. خليها قاعده بعيد. لا حرام اختاري. لا مو اختاري، هي خدامة. يو واذا خدامة شو يعني؟ مالها بنت عالم وناس؟ حرام. ناديها خالي، ناديها. ما بتحب تقعد مع حدا؟ انا رح اجيبها. روحي اجيبها. قومي قومي اشربي شاي معنا. يا مو اميرة خدي لك كاسة شاي. حاضر يا مو. تفضلي هي كاسة الشاي. ما بدي اشرب شاي. لك اشربي هالكاسة. ما بتحب الشاي. باين عليها آدمية. ماشي حالها. ما بتقول لأمي غير يا خانم ولأبي يا بيك. قال مثل ما قال المثل. زكية يلا اشربي كاسة الشاي، بدنا نقوم نمشي. ايه قاعدي تقعد بقلبك العافية. والله بدنا نروح نوطب اغراضنا مشان بكره من الصبح نسافر على المزرعة. يو انا مزرعه يا بعدي؟ مزرعتنا تقبريني. ليش امتى اشتريتوا مزرعه؟ ابني ابو عدنان الله يرضى عليه اشترى لنا مزرعه، نمر الخشان المختار ابو وضاه. مزرعه المختار ابو وضاه؟ ايه نحن إلنا حصه فيها، بس اشترينا حصه ابو سليمان الخشان.
يعني صار إلنا أكتر من التلتين. بس حصة كنتكن سميحة واضبها وجاهزة، بدها بتاخدها بدها بتبيعنا إياها، الله يردها بالسلامة هي وجوزها وولادها. الله يسلمك. يلا عن إذنكم. إسنك معك. الله معك. تفضلوا لعنا على المزرعة. إن شاء الله نتشرف. يا ميت أهلا وسهلا. أمانة أمانة تجو. والله قاعدة بتاخد العقل. حيني وليه؟ خاطرك سعاد. الله معكم. الله يسلمك يا رب. يلا كمان خليني إلحق قبل ما يجي جوزي. أي الله معك. مع السلامة. وينك يا أم وضاح يا حصرتي؟ تجي تشوفي أم صفوان صاحب تجاه والخدم والحشم. لا وأخذوا لهم رزقهم كمان. بس أنا لازم أقول له لأبوكم مشان يبعث له مكتوب لخيرة وسميحة ويقول لهم شو عم يساووا بيت أبو صفوان. إيه والله يا أمي هالجماعة ما بتأمل لهم. لك شو هتشوفي؟ انت لا تتدخل. لك ليش عم تصرف اياها؟ شو فيها بي؟ الجماعة يلي كنا عندهم قالوا لي اشربي شاي، قامت يد تتراسى مرة بتشرب شاي، صار فيها مثل ما قال المثل يا حواجبه يا عيونه على المغتسل بيبا. يبعت لك حمى انت الثانية. وبركي ما بدها تشرب شاي. حرام عليك يا ابو صفوان، حرام. هلا انت افهم منها؟ أنا ما عم بضربها لأنه ما شربت شاي، أنا عم بضربها لأنه حاطة راسها براسي وبدها تتمضيف عند الناس وتتحورق شاي. فهماني؟ كلها كم يوم ومنلتقي مع الحبايب. ايه 8 سنين راحوا من عمرك هيك يا وضاح.